حياك الله اخوي عبد الرحمن. الله يطول في عمرك ويبقيك. جاهز نشوف المقطع؟ بسم الله جاهزين. توكلنا على الله. مو مكلب هذا مجلس. صح. نعرف حلوين نلعب عليك. حتى بزنان يعرف. يوه. اوه اركض اركض اركض. فياض يا عيال فياض كم 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 يا عيال احمد الرحيم وينه؟ جني يا مان راسي يا اخوان احمد الرحيم منين جاي انت؟ السلام يعني خلاص من نواف وضحي حمد والله تطلع نواف حمد حمد ها شو فيك ها انت تعبان راسي حمد ها راسي عيال باقي عيال راسك باقي عيال ارتاح 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 لا يا رجال عجز من كل شيء واحد انطاي ايه خلا 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 عبود اسمعني ولد عبود اسمعني جماع بسرعة بسرعة خلاص الرجال طايح كل شوي طايح استيطاف روح جماع خلا خلا شنو معك خلا خلا والله الشغلة ذا استيطاف جمهور علمنا عبد الله عبد الله عجزنا من الكذاب يا أخوي لا والله نعجز الصد كل شوي واحد طايح يجيبك ماء روح جماع مشاهدات لهيب لا تخلع حلقة تخلع هي مشاهدات استيطاف عبد الله لا 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 وي 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 شباب ايه بدون خفة دم لا 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 استيطاف الشغلة ذا استيطاف لا يا يا استعد الجمهور تكلم ايش بلا سعد يا عيال ايش في انا خبيت على جاده والله ايش عمر اللي خبيت على جاده يا عيال يا عيال تذكرني فكي يا عيال بعلمك وقف الشباب وقف 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 داره علمني الحين ابغى تحكي الحين وقف فك خليني اتكلم يا عيال يا ولد انا اللي سبب انا السبب يا عيال وين انا خبيت على جاده وين هي انا اللي خبيت على جاده كم خش يا ورع يا لا يا لا خش يا طعم انك ما تصدقت ولا هو ولا هو ولا فك سيادك يا لا يا لا
شفنا المقطع أخوي عبد الرحمن؟ نعم شفت المقطع. تعليقك؟ والله شوف في هذه بعض المقالب يا أخي تسبب حالة نفور بين الشباب، ودك إن بعض المقالب تكون يعني محدودة وبحدود العقل. الآن هو سبب حالة خوف في المنتجع، سبب حالة خوف برا حتى في الشاشات للناس اللي تتابع. التفاعل صار أكثر تجاه الحالة اللي حصلت في الشاشة. فأنا ودي من هذا المنبر أقول بعض المقالب تكون خفيفة وبحدود العقل، لا تتجاوز في اللي هي الصحة وما الصحة، الأشياء اللي في 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 جسد الإنسان أو تخوف عائلته. ممكن يكون عائلته ما يدرون أنه يستعمل مثلاً أدوية لصحته ولا شيء، فتفتح عيونه متخوفهم ويبحثون ويحركون، ممكن ما يقتنعون بكلمة هذا مقلب. طيب إيش دراك إنه مقلب؟ سم؟ إيش دراك إنه مقلب؟ واضح ما في أحد يسوي كذا بالطريقة هذه. طيب حتى بعد المقلب سبب بتكسير باب القناة، يعني برضو أخطأ. والله أنا قلت لك في البداية أنا أتوقع أن لو أنها بيكون نص حقيقي ما بتكون القناة تعرضه حرصاً على أهله وعلى خوفه، ولكن بما أن القناة عرضته فهذا دليل أنه متفق عليه من الشباب. أنا أشوف في وجهة نظري، لكن تصحح لي أنت بعد إذا كان ما هو مقع. يعني القناة شريكة في المشكلة؟ لا ما هي شريكة، لكن القناة حريصة كل الحرص أنها ما تبث حاجة تخوف فيها أهل المتسابقة أو حاجة. معلومة، لو طلع فاصل بنص المقلب تسبب بخوف الأهل. نعم. أكثر. نعم صحيح. هذا أنا أشوف أن القناة جدا حريصة على أهالي المتسابقين على أنها لا تسبب لهم رهبة أو خوف، لأنه هو أمانة عندهم هنا. طيب ممكن نشوف عبد الرحمن بكرة زي مقلب مثل كذا؟ لا نعم، أنا أوصي نفسي وأوصي أخوياي إذا الله كتب لنا القبول في القرية بأنهم ما يستعملون هذه المقالب نهائية، حرصاً لسلامتنا وسلامتهم ومشاعر أهلهم. يا سلام، يعطيك العافية أخوي عبد الرحمن. الله يطول في عمرك. معنا المتسابق